مساء الخير يا جماعة، ازيكم؟ واهلا بيكم مرة تانية في فيديو جديد. احب الاول اشكركم جدا على رسائلكم وعلى اسئلتكم وعلى ردود الفعل الجميلة جدا على الفيديو اللي فات. واحب اقول لكم في الاول قبل ما نبدأ الفيديو ده، الفيديو طويل شوية بس ياريت تكملوا معايا فيه، لانه تقدروا تعتبروه مقدمة مكثفة لكوميونيكيشن سكيلز كورس، او كورس في مهارات التواصل. ضغطته عشان اقدر اقول اكلمكم فيه في الكام دقيقة دول. ده نفس المعلومات اللي انا بستخدمها في كورسات كتير لما بتكلم عن موضوع التواصل او مهارات التواصل او الكوميونيكيشن سكيلز. فخليكم معايا شوية، it's very important، موضوع مهم جدا ومفيد جدا، سواء وده يمكن السبب اللي دفعني اني اعمل الفيديو ده. بنتكلم فريش جراديوتس او حديث التخرج، السؤال بتاع اعمل ايه عشان اقدم في شركات، الموضوع بتاع مهارات التواصل من المواضيع المهمه. فنسمع مع بعض. عايز اشتغل في مالتي ناشونال ولا اشتغل في لوكال ولا مالتي ناشونال؟ مش هتفرق اشتغل في اي واحده. السؤال ده برضو سالته كتير وليه اجابه مطوله، بس واحده من اهم اجاباتها اتعلم مهارات التواصل مظبوط. فنسمع برضو مع بعض. عايز اسافر اشتغل بره، اشتغل جوه؟ مهم جدا موضوع مهارات التواصل، ومهم لشغلتنا، يعني مش بس في التقديم وانك تحصل على الوظيفة، مهم لتنفيذ الشغل. اخر بقى نقطة دفعتني برضو ان احنا نعمل الفيديو ده ونتكلم عن مهارات التواصل، الفكرة بتاعت ايه؟ الفكرة اللي ناس كتير واخداها عن الشغل بتاع الميديكال ريب او شغل السيلز او شغل التسويق وشغل في شركات كتير او في مجالات كتير، هو ان اللي بيعرف يتكلم حلو واللي بيعرف يعني كده ايه يلعب بالبيضه والحجر، هو ده اللي ايه اللي سوقه بيمشي، هو ده اللي بيعرف يضحك على الناس. وتبص تلاقي في ناس تانية، وانا كنت واحد منهم، اللي بنقول اصلي انا على نياتي، انا راجل دايركت، انا راجل ستريت فورورد، انا اللي جوايا بقوله، فانا ما عنديش، ما احبش اضحك على الناس، ما احبش يعني امثل. فبالتالي فده بيشكل لها تحدي. دي بقى الحته اللي دفعتني ان انا اتكلم في موضوع معاكم، في موضوع مهارات التواصل. ليه؟ لانه خلينا يا جماعه نتفق على حاجه كده واحده واحده. ناخد ايه دي مقدمه كده الاول. اللي يبقى جوايا حاجه اخبيها او اقول حاجه غيرها او ما اكونش صريح او اكذب، كل الكلام ده مش مظبوط ومش عايزينه، تمام؟ لكن ان يكون جوايا حاجه اروح قايلها بطريقتي اللي انا متعود عليها، اتكلم زي ما انا متعود اتكلم، اقول الكلام بغض النظر عن ان هو هيوصل اللي قدامي او مش هيوصله، هو مش هيفهمه، هيفهمه غلط، وبعدين ارجع اقول ايه، اصل انا على نياتي، انا بقول اللي جوايا، انا ما بعرفش امثل كتير. ده نقص في مهارات التواصل، تمام؟ انت قول اللي جواك، عبر عن اللي جواك، بس لازم تتعلم تعبر عنه ازاي بطريقه مؤثره، بطريقه افكتيف، توصل الرسالة للشخص اللي قدامك عشان يحصل التواصل ده او يحصل الكوميونيكيشن ده. فمرة تانية، الفكرة بتاعت ان انا بقول اللي جوايا، انا على سجيتي، دي ما هياش الميزة. واللي بيعرف يعمل كوميونيكيشن كويس ده شخص وحش، لا، احنا مش عايزين نستخدم، او شخص يعني بيستخدمها لاغراض وحش، احنا مش عايزين نستخدم الكوميونيكيشن سكيلز فأغراض أو نوايا سيئة نخبي أو نضحك على الناس، لا، احنا عايزين نستخدم المهارات التواصل الصح تعبر عن اللي جوانا صح. يبقى مش حجة إن احنا نخش انترفيو ونقول أصل أنا ما بعرفش أبين شغلي، أو أنا ما بعرفش أحكي كتير. ما هو أنت تسمع الفيديو ده مع بعض، وبعد كده إن شاء الله فيديوهات يمكن تانية نحضر كورسات عن الكوميونيكيشن سكيلز علشان نبقى عندنا المهارة دي، تمام؟ طيب إيه بقى موضوع الكوميونيكيشن سكيلز؟ نخش فيه مع بعض. دلوقتي من قديم الازل لما بنيجي الناس تيجي تتكلم مع بعض او تيجي تتواصل مع بعض، كوميونيكيت مع بعض، بنعمل ايه؟ زي ما انا بعمل معاكم دلوقتي كده، بنتكلم باستخدام ايه؟ بنستخدم اللغه، صح؟ كلمات. انا دلوقتي بتكلم معاكم عربي، كويس؟ ليه الحروف دي والاصوات دي بتحمل المعنى اللي انتوا بتفهموه مني دلوقتي وانا بتكلم ده؟ او لو قلبت مثلا انجلش، why when I say the word English and speak in this language you might understand you might not، ليه لما بتكلم انجليزي زي ما اتكلمت ممكن تفهمني او ممكن ما تفهمنيش؟ ليه؟ لان اللغة ما هي الا شوية اشكال
بتتعمل كده، وشوية أصوات طبعا مش كده، ممكن كده أو ممكن كده، أو شوية أصوات بتطلع من الواحد، بس هي شفرة اتفقنا على معناها. يعني مثلا ناخد المثل ده، مثلا ده ألف وده كوز درة. اللي ما يعرفش الشفرة بيتقال عليه إيه؟ بيتقال عليه ما يعرفش الألف من كوز الدرة، بس اللي اتعلم الشفرة بيبقى عارف الفرق، صح؟ خلينا ناخد مثال تاني. مثلا العلامة دي، دي في الصيني معناها حيوان، أو يعني ذوات الأربع، الحيوانات اللي بتمشي على أربع رجلين. أنا ما كنتش عارفها قبل ما أدور عليها، أنتوا كتير منكم إن لم يكن كلكم ما يعرفش دي أساسا برضو معناها إيه، لأن إحنا ما نعرفش الشفرة. لو وريتكم مثلا العلامة دي هتعرف إن ده حرف الأي في اللغة الهندي، شفرة، شوية أشكال، شوية أصوات بنعرف منها اللي مقصود، تمام؟ شفرة. طيب ده ليه المقدمة دي، إيه فايدتها؟ فايدتها إن إحنا نخش على النقطة التانية، وهي إن الواحد فينا زي الراجل الجميل ده مثلا، ده واحد زينا كده، في دماغه شوية أفكار، دي المفروض إن هي يعني إيه الأفكار، في دماغه شوية أفكار، عايز ياخد الأفكار دي ينقلها لحد. الفكرة دي ممكن تكون القلم ده حلو اشتريه، أو المنتج بتاعي ده حلو اشتريه، أو أنا مفقوع منك وعايز أقولك، أو أنا مفقوع منك ومش عايز أقولك، أو أنا مفقوع منك وعايز أخبي، فاللي عايز أوصله لك غير اللي جوايا، تمام؟ اللي جوايا حاجة بس اللي عاوز يوصلك حاجة تانية، كويس؟ أو أنا بحبك قوي، أو أنا عايز الشغلانة دي، أو أنا شاطر جدا على فكرة والمفروض تعيني في الوظيفة دي، وأنا المفروض أشتغل في الشركة دي وأعدي من الانترفيو ده. جواك أفكار وأحاسيس عايز تنقلها، تمام؟ بتنقلها إزاي؟ بتشفرها، بتشفرها في شوية كلمات وشوية حاجات تانية، وتروح تنقلها للمستقبل، كويس؟ يبقى بأول حاجة بنعملها إيه؟ بتروح أنت جاي حاطط الشفرة بتاعتك في رسالة ظريفة وبتبعتها، حاطط الشفرة بتاعتك في رسالة ظريفة وبتبعتها، بتبعتها لواحد شبهك كده الناحية التانية، بيستقبل منك الرسالة بتاعتك، بيستقبل منك الرسالة بتاعتك وبيفك شفرتها، تمام؟ فانا لو خدنا مثلا، انت قاعد مع الرجل في الانترفيو وعايز تقول له انا شاطر، فبتقول له مثلا انا شاطر، انا كويس جدا، انت قلت استخدمت اللغة العربية واصدرت اصواتها وحروفها، الشفرة بتاعتك كانت اللغة العربية، انا كويس جدا ومناسب جدا للوظيفة دي. هو كده فهمك، صح؟ فهم الكلمتين بغض النظر عن رد فعله ليهم ايه، وان هي دي مش كلمة تتقال في الانترفيو، بس يعني هو فهمك. ليه؟ لان هو معاه مفتاح الشفرة، هو معاه مفتاح الشفرة، بيفهم عربي، عارف ان كلمة الاصوات دي انا كويس جدا هتقولها ورا بعض هيفهم انت قلت ايه، تمام؟ في بقى نقطتين مهمين تانيين، وده سبب ان انا رسمت ثلاث نجوم واحنا بنتكلم على موضوع الشفره ده. ان الشفره اللي انت بتستخدمها، الشفرات المختلفه اللي انت بتشفر بيها الرساله بتاعتك، سامحوني، اللي بتشفر بيها الرساله بتاعتك ثلاث انواع. الكلمات واحده منهم، أو اللغة، سواء اخترت اللغة العربية، اخترت الإنجليزي، اخترت اللي اخترته، هتختار اللغة اللي تمشي مع الشخص اللي قدامك. الحاجتين التانيين زي ما أنا بستخدمهم معاكوا كده، نبرة الصوت اللي ممكن بيعلى أو يوطى أو يتكلم بالراحة قوي عشان تفهم نقطة مهمة، أو حتى يتكلم بصوت عالي عشان يأكد على معلومة معينة، أو يتكلم بسرعة شوية لو عايز أحسسك إن في حاجة مهمة وحاجات كتير بتحصل ورا بعض. فدي النقطة، نبرة الصوت اللي هي بتتكون من سرعته وعلوه والحاجات كلها المتعلقة بالصوت دي، تاني حاجة نبرة الصوت. تالت حاجة زي ما بعمل كده وانا بقرب وبعلي حواجبي وبقلل حواجبي، وممكن اضحك واستخدم القلم واقرب من الكاميرا وابعد من الكاميرا واكد على حاجة وارجع تاني، استخدام جسمي في الحركات وفي التأكيد، ده اللي بيسموه لغة الجسد. فانت هنا عندك تلات حاجات بتشفر بيهم رسالتك، ولو حاولت تدور عشان تشوف ان في حاجة رابعة ولا لا، هتلاقيها في الاخر بتقع تحت واحدة من الثلاث حاجات دول: الكلام، نبرة الصوت، ولغة الجسد. الكلام، نبرة الصوت، لغة الجسد، خلاص؟ دول الثلاث اساليب اللي بنشفر بيهم الرسالة بتاعتنا، تمام؟ النقطة بتيجي فين بقى؟
ان اللي بيستقبل ده لو فك الشفرة غلط، لو ما فهمش الكلمات او قرا نبرة الصوت غلط او قرا حركات الجسم غلط، الرسالة بتضرب. وهنا اللي بيحصل حتة اللي بيسموها سوء تفاهم، مس اندرستاندينج او مس كوميونيكيشن، الفك التشفير ما بيظبطش، فبالتالي هو بيفتح الرساله بيفكها، بيفك الشفرات دي، يقرا حاجه غير اللي انت كنت باعتها. تمام. وهنا اللي بيجي دورك انت في ايه بقى، في انه انت بتشفر، تشفر بابسط الاساليب واوضح الاساليب اللي ما يختلفش عليها اتنين. معلومه مهمه بدل ما تقعدوا تدوروا عليها كتير في الكتب تبقوا عارفينها من الاول. في واحد امريكاني عمل بحث كده، لقى انه من البحث ده طلع بالنتائج الاتية اللي ناس كتير قوي في الشغل بتاعنا وفي اي شغل هتلاقيهم عارفين الارقام دي، وهي ان كلماتك، خليني اوريها لكم، الكلمات بتشكل كم في المية، والتون او نبرة الصوت بتشكل كم في المية من الرسالة بتاعتك، والبودي لانجوج بيشكل كم في المية من الرسالة بتاعتك. الثلاث حاجات، words او الكلمات، التون والبودي لانجوج، معلش سامحوني على الخط، بيشكلوا كم في المية. المفاجأة كانت ايه؟ المفاجأة كانت ان كلماتك بتشكل 7% بس من الرسالة، تون الصوت بيشكل 38% من الرسالة، والبودي لانجوج بيشكل 55% من الرسالة. يعني شفرة حضرتك اللي شفرتها هنا عشان تنقل افكارك بتتكون من 7% كلمات، 38% تون صوت، و55% بودي لانجوج. ده معناه ايه؟ هل ده معناه ان انا لو استخدمت البودي لانجوج بس وقعدت اعمل كده هتفهم اكتر من نص الرساله بتاعتي من غير ما احط كلمات وتون صوت؟ لا، مش ده المقصود. اللي مقصود الوزن، وزنه الحاجه. لما الثلاثه دول بيبقوا ماشيين مع بعض الرسالة بتوصل بدقة وواضحة وسليمة. لما التلاتة دول ما بيمشوش مع بعض وزنهم بيبتدي يفرق. بمعنى لو البودي لانجوج بيقول حاجة والكلمات بتقول حاجة، مين اللي هيبقى ليه واقعة أكبر؟ 55% بتاعت البودي لانجوج. يعني لو جيت وقلت لك إيه، لو جيت بقول لك والله ده أنا بحبك جدا، اللي هيفرق معاك تون صوتي صح، هو ده اللي هيفرق معاك. مش هيفرق معاك الكلمه اللي انا قلتها. ليه؟ لان ال 38% في صوتي و55% من اللي انت شايفه من وشي، 93% من الرساله انت هتاخده من ده، فهتصدق ال 93% مش هتصدق ال 7%. ده اللي مقصود لما الثلاثه بيبقوا ماشيين مع بعض وقعهم بيبقى صح قوي مباشر. لما ما بيمشوش مع بعض الوزنه بتفرق، وساعتها التون والبودي لانجوج او لغه الجسد ونبره الصوت هم اللي بيبقى ليهم وقع اهم في الكلام ده. يبقى احنا من كل ده عرفنا ايه؟ عرفنا دلوقتي اهميه الكوميونيكيشن، عرفنا يعني ايه كوميونيكيشن اللي هي تشفير او انكريبشن وديكريبشن او سايفرنج وديسايفرنج، واحد بيشفر واحد بيفك التشفير، وان انت مهم تبقى مهمتك تعرف كام حاجه. تعرف ان انت ادوات التشفير بتاعتك عباره عن ايه؟ عباره عن لغه او كلمات وتون صوت او نبره صوت وبودي لانجوج او لغه الجسد. كل ودورك، مفيش بقى اصل انا على سجيتي وبقول اللي عندي وخلاص، لا، انت دورك ان رسالتك توصل اللي قدامك، فبتحط الكلمات اللي هو يفهمها مش اللي انت تفهمها، وبعد كده ترجع تقول والله مش مشكلتي هو اللي فهم غلط، المسؤوليه عليك. تحط الكلمات اللي هو يفهمها، بدليل ان انت ما بتروحش لواحد مثلا ما بيفهمش فرنساوي تكلمه فرنساوي، صح؟ او بتروح لواحد مثلا اجنبي ما بيعرفش غير انجليزي تقعد تكلمه عربي ومنتظر منه ان هو يفهم. بتنقي اول مفتاح من الشفره يناسب اللي قدامك، وبعد كده تنقي نبره الصوت اللي تمشي مع الرساله بتاعتك، وبعد كده تنقي لغه الجسد اللي تمشي مع الرساله بتاعتك. كل واحده من دول ليها موضوع، وهو ده الكورس بتاع الكوميونيكيشن سكيلز اللي ممكن نبقى نتكلم فيه مع بعض، او لو خدتوا الكورس ده في اي مكان تاني. بس دي اهم حاجه. يبقى انا بتكلم على سجيتي وخلاص، او ما بفكرش في اللي بقوله، ما بقدرش انقل، لا، تبقى عارف الكلام ده ليه عشان تخش انترفيو. عايز تعرف اللي قدامك ان انت شاطر، تستخدم الكلمات الصح، النبره الصح، البودي لانجوج الصح اللي يعكس الثقه. انت لو حاسس ان انت واثق من نفسك جدا وان انت مناسب للوظيفه دي، بس حركات جسمك كلها بتنوم عن ان انت خايف وبتقول له والله يا فندم انا يعني
الوظيفه جدا دي، الوظيفه دي مهمه جدا بالنسبه لي وانا مناسب جدا ليها وامكانياتي قويه جدا، وبتتكلم بالتردد ده والتقطيع ده وقافل على نفسك كده وقلقان، هو هيصدق ايه؟ هيصدق الحاجات اللي ليها وزن اكبر اللي هي صوتك وحركات جسمك، مش هيصدق كلامك. مشي كلامك مع نبره صوتك مع حركات جسمك اللي تعكس رسالتك الصحيحه، ودي بدايه او نواه فكره الكوميونيكيشن سكيلز. عرفنا 7% 38% 55% النسب دي مهمه جدا على فكره، وفي ناس كتير ما تعرفهاش، فدي برضو نقطه يا رب تكونوا استفدتوا منها. الكوميونيكيشن سكيلز هتبقى مهمه في الناس الفريش اللي بتقدم على شغل جديد، مهمه لاساسيات الشغلانه نفسها وازاي تتواصل مع العملاء او الكاستمرز او الدكاتره، ومهمه لاي حد عايز يقدم في شركه مستواها عالي، عايز تسافر بره، عايز انت ترفع مستواك. كوميونيكيشن سكيلز مهمه ومفتاح رئيسي. يا رب ما اكونش طولت عليكم ويكون عجبكم الموضوع، وخلونا نكمل ان شاء الله الكومنتس والرسائل بتاعتكم، وان شاء الله نتقابل تاني في قريب في فيديو تاني. بقيه الفيديوهات القديمه موجوده على صفحه الفيسبوك، موجوده كمان على اليوتيوب شانل مع مجموعه الفيديوهات عن كتابه السي في للي حابب فيكم يشوف الموضوع ده. شكرا واشوفكم تاني على خير ان شاء الله.